سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية السابق معنا عبر الهاتف، وبنصبح عليك. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير، أهلا بكم. يعني لو بنتكلم طبعا على هذا النشاط والتعامل الخارجي والذكي بكل تأكيد مع كافة دول العالم من قبل الرئاسة هنا في مصر وسيادة الرئيس في يعني هذه اللقطة المهمة جدا مع هذا المسؤول في اليابان وزير خارجية اليابان، لدينا في الحقيقة العديد من العلاقات الممتدة مع دولة اليابان، خلينا نلقي الضوء عليها يا دكتور. سيادة السفير عفوا. يعني صباح الخير، وأتمنى إن كثير من المصريين يقرؤون مقالة مكتوبة في الأهرام يوم الأحد أول امبارح. كتبها وزير الخارجية ضيفنا الياباني عن زيارته في المنطقة، وبديها إن هو هيزور 10 دول، لكنه اختار أن يبدأ بمصر لأنها الدولة الأقرب والأهم. والمقالة حابة تلخص العلاقات بشكل جميل جدا. مين كاتبه يا سيد سفير؟ مين 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 اللي كاتب المقالة يا فندم؟ وزير الخارجيه باسمه وزير خارجيه اليابان نفسه. ده جميل، انها شهاده من الضيف نفسه. واشار طبعا لزياره الرئيس في 2019 في اليابان مرتين في شهر واحد، لانه حضر قمه ال 20 الدول الاغنى 20 في طوكيو، وبعدين راح باريس حضر قمه السبعه ورجع ثاني يحضر قمه التكاد اللي هي القمه اليابانيه اللي في الصين. يعني زيارتين في اقل من اسابيع قليله. وانما اشار لزياره رئيس الوزراء الياباني لما جاء مصر، ابي لما جاء مصر سنه 2016. انا كان لي الشرف والسرور هذه الزياره عندما استضفنا الرئيس على الغداء في القصر الجمهوري، لكن حضرت ايضا محاضره رائعه لرئيس وزراء اليابان اتكلم عن العلاقات. بدأ بصورة عرضها على الشاشة لأول وفد ياباني جاء مصر في عهد محمد علي باشا ليطلع ويستفيد من النهضة الصناعية في مصر. السفير أشار طبعا العلاقة المصالح البحرية وقناة السويس وإمبراطور اليابان هيروهيتو وهو ولي عهد جاء حضر زار مصر وعدى قناة السويس لأول مرة، ثم حضر افتتاحها من 25 سنة برضه، وربط القناة للبحرين المتوسط والأحمر وللمحيط الهند والمحيط الهادي والمحيط الأطلسي. أشار لأن أول كوبري أقيم على قناة السويس هو هدية من اليابان. أشار أن مركز الثقافة والحضارة ودار الأوبرا المصرية هي هدية من اليابان أيضا. وأشار للمشروعات التي تأمل كل من البلدين التعاون مع بعضهم البعض، من حالنا التعليم، ولدينا جامعة يابانية في شرق غرب البحرية، لدينا مدارس يابانية شائعة في الجامعة اليابانية موجودة، وكما تعلم الوزيرة السيدة فايزة أبو النجم، لدينا الكثير من مجالات التعاون، لكن الجديد الآن هو موضوع التعليم وهو موضوع مهم جدا لمصر. أشار إلى أن اليابان قدمت مليار دولار لمكافحة مرض الكورونا على مستوى العالم، لكن خصصت لمصر 250 مليون دولار لتحسين الأداء المختبرات الصحية والتحاليل وما إلى ذلك. يعني لقائمة من أوجه التعاون لا تنتهي، لكن الحقيقة أيضا وصدرها الان الاستثمار في منطقه قناه السويس بحكم انها الاستثمار في المستقبل، والرئيس اشار لها ايضا. اذا نحن نتكلم عن دوله صديقه، لا يوجد شخص للتعاون، بل التعاون سيخرج من مجرد التعاون ايضا الثنائي مصري ياباني الى تعاون مصري ياباني في قاره افريقيا، خصوصا واننا بنقدم مصر دوس كهذا. أننا لسنا دولة المائة مليون، لا، إحنا دولة عندها مناطق للتجارة الحرة مع الدول العربية ومع إفريقيا ومع أوروبا، بمعنى أن صادرات مصر لهذه المناطق الثلاثة معفاة من الرسوم أو العوائق الجمركية على أي شكل، بحيث أنها بتسميها زيرو جمارك. إذا أنت إن أنتجت في مصر
أنت تصدر للأسواق من قلبك. تمام. طيب، وحضرتك عملت كثيرا في مجال الاستثمار العربي وأنا أعلم ذلك، فالمجال الاقتصادي مهم للغاية. والحقيقة أيضا اليابان من خلال هيئة المعونة اليابانية جايكا قدمت الكثير لمصر خلال السنوات الماضية، وكان في مشروعات تنموية وتطوير كثيرة خاصة في صعيد مصر. بس خليني أسأل حضرتك على إذا كنا نعمل مع اليابان وبيننا هذا التعاون وهذه الصداقة، فإذا نحن نتحدث عن توطين نقل وتوطين التكنولوجيا، وليس فقط إذا كان ملف التعليم وهذا مهم، لكن الجامعة اليابانية يمكن تقدر توطن أو تسهم في توطين التكنولوجيا، ومن خلال بقى العمل والصناعة نستطيع أن ننقل التكنولوجيا، خاصة أن اليابان يعني ليست بضغنينة في هذا المجال. هل ذلك يتحقق من وجهة نظر حضرتك ولا لسه في آفاق أوسع؟ لا، احنا هو أشرنا المقال حتى تشاركت في مجال الصناعة، تعاون صناعة اليابان في مجال التعليم، تعاون في مجال الصحة، ثم نتكلم عن الاستثمار في اذكر اننا كثيرا ما تمول اليابان دورات تدريبيه في معهد الدبلوماسي في لاطباء الافريقي وممرضات الافريقي. اذا البعد الافريقي في العلاقات واضح انه ياخذ مكانه ايضا في التعاون المحيط بين البلدين. نعم. سعاد سفير، يعني ارجو يكون حضرتك لسه معانا على التليفون. معاك. اتفضل. الصوت بس بعد شويه. طيب، يعني طيب، فكره يعني السفير يعني دخل في مساله افريقيا تحديدا. تحديدا اعتقد لدينا العديد من الموضوعات المهمه، وخاصه مع ما يحدث من متغيرات في افريقيا حاليا. سعاده السفير، من وجهه نظر حضرتك ومن واقع خبرتك لسنوات طويله في العمل الدبلوماسي في افريقيا ايضا، هو المبادره اللي اطلقها الرئيس اثناء رئاسته للاتحاد الافريقي 2019 توضح هذا، لاننا طلبنا ان لا نكتفي بالاستثمار المصري المباشر او الاوروبي المباشر، لا، احنا بنتكلم عن استثمار على ارض افريقيا بتمويل ياباني وبخبرات مصريه. واليابان وافقت على هذا، والصين وافقت على هذا، وايضا الاتحاد الاوروبي، لان نحن امام تحدي كبير جدا يكون عندنا تمويل اكبر، لان عندنا الوكاله المصريه للتنميه في افريقيا طبعا راس مالها محدود، حيمول هذا اوروبيا ويابانيا وصينيا، وده بالتاكيد سوف يظهر كفه كبيره بعلاقاتنا الافريقيه والعلاقات الثلاثيه بين مصر واطراف اخرى داخل افريقيا، وده بند جديد جدا موجود. عاوز احط خط بالنسبه لافريقيا، ان صادراتنا الافريقيه منذ دخلنا الكوميسا وتحرير التجاره تضاعفت 4 مرات و تحقق فائض من بناء التجاري، وهذا تطور مهم ومغري لدوله مثل اليابان وغيرها ان تتعاون ترى الافريقيه. انا امثل قصه نجاح ايضا، لان مصر من اكثر الوجوه قبولا في القاره الافريقيه بحكم التاريخ القائم والتاريخ القديم بين مصر ومختلف دول القاره. صحيح. احنا بنشكر حضرتك جزيل. شرفتني يا سيد سفير. شكرا. شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخلة. سعادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق كان معنا عبر الهاتف.